من خلال رؤية طموحة مستمدة من ارتها التجاري والحضاري، انطلق قطار التنمية والمشاريع الكبرى في دولة الكويت في سبيل أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار، لتستعيد دورها المالي والتجاري والإقليمي الرائد. ففي الفترة الحالية تشهد البلاد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الضخمة التي ستؤدي إلى طفرة كبيرة على مستوى الدولة في مختلف المجالات. الخطة الإنمائية للدولة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية والبنى التحتية الأساسية في مجال النقل والمواصلات من خلال ما يزيد عن 1440 كيلومتر من الطرق الرئيسية، وكذلك صيانة وتنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والصحية، بالإضافة إلى إنشاء المناطق الإسكانية الجديدة. كما تسعى إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار لدعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن وتعميق انتمائه لوطنه الكويت، مهتدين في ذلك كله بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة ومواجهة المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية. مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يعد أحد أكبر وأهم المشاريع الإنشائية في الكويت والشرق الأوسط، ويندرج هذا الصرح التعليمي ضمن أهداف وخطة المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير منظومة التعليم في البلاد باعتباره من المحاور الأساسية للتنمية البشرية، وكذلك إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل بما يساهم في بناء الوطن بسواعد أبنائه. الحلم إلى الواقع، بدأ المواطن الكويتي يرى مدينة صباح السالم الجامعية تأخذ حيزا ملموسا على خريطة المشاريع الرائدة في الخطة التنموية للدولة في مجال التنمية البشرية. فها نحن نقف اليوم أمام بعض مكونات المشروع التربوي الأكبر في تاريخ دولة الكويت ورابع أكبر مشروع إنشائي في العالم. تنفيذ المدينة الجامعية الجديدة يجري على مساحة أرض تبلغ 6 ملايين متر مربع إلى الجنوب الغربي من مدينة الكويت، بحيث تضم جميع كليات ومرافق الجامعة في حرمين منفصلين، أحدهما للطلاب والآخر للطالبات، لتستوعب ما يقارب 40,000 طالب وطالبة. مدينة صباح السالم الجامعية تنقسم إلى قسمين، الحرم الطبي والحرم الرئيسي. الحرم الطبي يحتوي على جميع الكليات الطبية بالإضافة إلى مستشفى وفندق، والحرم الرئيسي يتكون من جميع الكليات الغير طبية بالإضافة إلى جميع الأنشطة الرياضية أو المرافق الأنشطة الرياضية حق الطلبة، سكن الطلبة والطالبات، مدارس نموذجية، بالإضافة إلى المباني اللي راح تخدم أو
كل المباني اللي فيها الأنشطة اللي راح تخدم عمل الحرم الجامعي. بالإضافة إلى ذلك راح يكون عندنا اللي هما محطات الطاقة المركزية اللي راح تبدي تولد لنا المياه المبردة اللي راح نستخدمها حق تبريد المباني. طبعا عندنا 3 محطات طاقة مركزية موزعة في الحرم الرئيسي ومحطة في الحرم الطبي. المدينة قادرة على أنها تعمل في محطتين، والمحطة الثالثة تعتبر مثل باك أب أو احتياطية في حال سقوط واحدة من هذه المحطات، المحطة الثالثة راح تدخل في الخدمة. طبعا هم كلهم 3 راح يكونوا يشتغلون، لكن في حال سقوط واحدة عندنا 2 كافين أن يغذون الكلية. طبعا راح يوفون، أهم شيء يتوفر لنا المحطات هي المياه المبردة. طبعا إحنا دولة حارة وعادة نستخدم كميات كبيرة من التكييف عن طريق الكهرباء، فباستخدام محطات الطاقة المركزية اللي راح توصل كميات كبيرة من المياه المبردة راح نخفض استهلاك الطاقة الكهربائية 30%. طبعا مدينة صباح السالم الجامعية يتم تغذيتها من ناحية المياه العذبة أو مياه التبريد، مياه الإطفاء، الكهرباء، خطوط الاتصالات عن طريق نفق تمر في جميع الخدمات هذه اللي راح تغذي المباني فيها. فالنفق هو عبارة عندنا في الجامعة هو عبارة عن 9 بالإطار الخارجي لها عبارة عن 9 متر في 9 متر من الإطار الداخلي 7 متر في 7 متر يعطينا عرض حوائط متر كامل، وهي مصممة كلها موجودة تحت سطح الأرض ومصممة بحيث أن عربات الصيانة ممكن تدخل داخلها، فما راح نشوف الصيانة على موقع الحرم الجامعي. يعني ما راح نشوف مثل ما كان أول إن مثلاً يسكرون منطقة معينة عشان يسوون صيانة، خلاص صارت الصيانة كلها تحت الأرض بدون ما نسوي إعاقة حق مرتادين الحرم الجامعي. طبعاً مدينة صباح السالم الجامعية فيها 29 ملجأ موزعة على الحرم الجامعي، في بالحرم الطبي وفي بالحرم الرئيسي. الهدف من الملاجئ لأنه صار هذا كود في الكويت، أي مدينة تبنى لازم يكون فيها ملاجئ تحسباً حق أي ظروف. طبعاً الملاجئ اللي عندنا اللي هي تايب سي ضد الانفجارات والقنابل الكيماوية الله يبعدنا عنها، لكن بالنهاية لأن أعداد كبيرة راح تكون مرتادة لهذا الحرم تم العمل على هذه المواصفات ووضع ملاجئ داخل الحرم الجامعي تستوعب أغلب الطلبة أو أغلب مرتادين الحرم الجامعي. طبعاً مدينة صباح السالم الجامعي تعتبر مدينة، فهي مو موقع جامعي صغير، هي مدينة كاملة، فلذلك حبوا يطبقون عليها الكود فحطوا لها الملاجئ. طبعاً مواقف السيارات هي دائماً السؤال الدائم اللي إحنا يتم سؤالنا إذا الجامعة الجديدة راح تكفي مواقف الطلبة، ودائماً رد يكون لهم ماكو جامعة في العالم تبني موقف حق كل طالب. بالنهاية في مواصلات جماعية، بالنهاية في كاربولينج، إن تكون الجامعة مبنية إن موقف حق كل طالب فهذه لا. اللي موجود عندنا الحين مواقف سطحية مقابل كل كلية، في مواقف سطحية مواقف متعددة الأدوار لاستخدام الطلبة والزوار، في حين إن أعضاء هيئة التدريس والموظفين الجامعة راح يكون مواقفهم بالسرداب تحت المبنى اللي يشتغلون فيه. وإحنا حاطينها سطحية لأن في المستقبل إذا احتجنا إلى مواقف فيتم بنائها إلى مواقف متعددة الأدوار، والمواقف المتعددة الأدوار تتحمل أيضا أدوار إضافية. فكرة تصميم المخطط الهيكلي لمدينة صباح السالم الجامعية تركز على إنشاء مدينة أكاديمية على ضفتي واحة عريضة من أشجار النخيل والحدائق المزروعة الخضراء، حيث المكان المناسب للفكر والإبداع الأكاديمي. ولم تغفل جامعة الكويت عن ضرورة أن يوفر الحرم الجامعي الجديد الأجواء الجاذبة للشريحة الشابة والبيئة التعليمية الثرية بالتواصل، والتي تلبي كافة احتياجات جيل المستقبل بصورة تجعل من الجامعة مكانا محببا ومسليا تبتعد أجواءه كل البعد عن الرتابة والملل. طبعا ارتأت الجامعة لما تبني الحرم الجامعي هذا كأي حرم موجود في العالم أن يكون موقع جذب للطلبة. يعني احنا لو نشوف الحين مواقعنا اللي موجودة في الكويت لجامعة الكويت نشوف الطالب يحضر محاضرته ويطلع، لأنه ماكو أماكن جذب أو أماكن ترفيهية داخل، أقصد أماكن ترفيهية يعني مثلا مقاهي، أماكن للتجمع للدراسة أو حل هوم ورك.
تم معالجة هالموضوع هذا في مدينة صباح السالم الجامعية. القائمين على هذا العمل شباب كويتيين يعطيهم العافية، يعني المجهود اللي يبذلونه علشان يقدمون هذه الخدمة حق الكويت لازم تذكر، ولازم كل الجهات الحكومية إذا تبي تستفيد من خبرتهم تلجأ لهم، لأن فعلا هم كونوا خبرة ما أعتقد متواجدة بالكويت من قبل الشباب الكويتي، فيعطيهم العافية على اللي يسوونه، وأتمنى أن كل الجهات الحكومية تستفيد من خبرتنا هذه. وتتسارع الأيادي الوطنية باختلاف تخصصاتها لبناء الوطن في مختلف المجالات حتى ينعم الجيل القادم بجودة حياة أفضل. ويعتبر مستشفى جابر الأحمد من أهم المشاريع الجاري تسليمها لوزارة الصحة قريباً، والذي سيصبح بعد إنجازه أكبر مركز طبي في الكويت، حيث سيقدم الخدمات الطبية لسكان منطقة جنوب السرة والمناطق المحيطة بها. مستشفى جابر الأحمد واحد من أكبر مشاريع خطط التنمية في الدولة، والذي يمتد على مساحة 240 ألف متر مربع في منطقة الاستعلامات الحكومية الواقعة في جنوب السرة. مستشفى جابر الأحمد الجابر الصباحي يعتبر أكبر مركز طبي في الكويت إن شاء الله بعد الانتهاء منه. مساحة هذا المستشفى تبلغ 224 ألف متر مربع، كما أن المستشفى هذا يحتوي على عدة أقسام فيها مجموعة من المباني تعتبر ككتلة واحدة ومباني أخرى منفصلة. وهذا المستشفى يضم 36 غرفة للعمليات الجراحية، إلى جانب أربع مختبرات لقسطرة القلب، وأربع مختبرات للرنين المغناطيسي، وأربع مختبرات للأشعة المغناطيسية. ويحتوي المستشفى على خمسة أبراج خاصة بغرف المرضى بواقع تسعة طوابق لكل برج من الأبراج. ومن المرجح أن يتم عمل توسعة مستقبلية لإضافة برج سادس، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للأسرة حوالي 1200 سرير. مبنى أبراج المرضى وهو ماخذ الشكل الهلال بالمستشفى، وهذا المبنى يتكون من 13 دور وسرداب. هال13 دور يتكونون من 8 أدوار طبية
تتخللهم 5 أدوار حق الخدمات الميكانيكية والكهربائية، بحيث أن إذا صار أي مينتننس صيانة حق المستشفى تكون في هذه الأدوار وما يدخلون يطلعون على المرضى يأذونهم. وطبعا هذا المستشفى مصمم ديزاين من الداخل في قوس هلالي يربط بينه وبين مبنى التشخيص والعلاج. هذا القوس ارتفاعه 30 متر ويعتبر تكسيته في ما يسمى بالسكاي لايت اللي هو المنافذ الزجاجية من السطح، بحيث تعطي إنارة وشراحة. وطبعا يكون في مول طبي، وهذا المول فيه الكافتريات والمطاعم وإلى جانب المحلات للهدايا. كما يحيط بالمستشفى 7 مداخل، لكل مدخل منها 6 مصاعد خاصة للزوار، إضافة إلى مصاعد خاصة للمرضى وللخدمات، ليصبح إجمالي المصاعد في المستشفى حوالي 150 مصعد. أما أقسام المستشفى الرئيسية فهي أبراج المرضى. تقع أبراج المرضى في الجزء الشمالي للمستشفى، وتتميز بإطلالة خارجية لكل غرف المرضى مع مراعاة دخول الشمس إلى الغرف. كما تحتوي الأبراج على أقسام داخلية للخدمات الإدارية وخدمات العناية بالمرضى، بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكبار الشخصيات، وتوفير خدمات متكاملة أخرى لراحة ورعاية المرضى. مبنى التشخيص والعلاج. يقع مبنى التشخيص والعلاج أسفل برج المرضى، حيث يفصل عنه المول الطبي، ويحتوي هذا المبنى على كافة خدمات التشخيص والعلاج اللازمة للمرضى، مثل غرف العمليات بكافة أنواعها ومختبرات التحاليل وبنك الدم وغرف للأشعة بأنواعها. كما يوجد أيضا في المبنى الأقسام الخاصة بأمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى احتوائه على مخازن عامة للمستشفى. وفي الجزء الجنوبي لقسم التشخيص والعلاج يقع مركز الإصابات، ويرتبط معه في الدور الأرضي من أجل دعم خدمات مبنى التشخيص والعلاج. ويعتبر هذا المركز جديد في الكويت، فلم يسبق لأي مستشفى أن تخصص قسم خاص للحوادث والكوارث كما في مستشفى جابر. مركز الإصابات اللي احنا الحين فيه هو اللي يميز مستشفى جابر، لأنه هو أكبر مركز إصابات بالشرق الأوسط. يعني المكان هذا يستوعب 50 سيارة إسعاف بوقت واحد، وفي 9 غرف عمليات إلى جانب غرفة الآي سي يو اللي هي العناية المركزة. والعناية تستوعب سعة سريرية إلى 24 سرير. وإلى جانب هذا هم في بالمركز 3 مختبرات أشعة. مبنى الأسنان عبارة عن دورين وسرداب. السرداب هو عبارة عن ملجأ عام، ملجأ للرجال وملجأ للنساء، وصمم هذا الملجأ هم وفقا للدفاع المدني في الكويت هني. وعندنا العيادات في مبنى الأسنان تبلغ 65 عيادة، من ضمنها عيادتين ليلية موجودة بشكل دائم، هذا إلى جانب المختبرات والإدارة والمعامل اللي هي خاصة في عيادات الأسنان. حالياً احنا بمبنى العيادات الخارجية اللي يتكون من 4 طوابق، وفي 40 عيادة من مختلف التخصصات عدا النساء والولادة. وكل طابق فيه 3 تخصصات، وكل عيادة له لون خاص فيه، مثل ما احنا شايفين الحائط والأثاث لهم لون موحد، يتسهل على المرضى والمراجعين انهم يجون حق العيادة اللي يبونها. لأن مثل ما انتم عارفين مستشفى جابر مستشفى وايد كبير، وعشان ما يضيع المراجع انه وحده ولون حق كل عيادة. مواقف السيارات في مستشفى جابر تقريبا ما يقارب 5000 سيارة، وهي عبارة عن 3 أدوار تحت الأرض إلى جانب بعض المساحات السطحية على سطح الأرض. وهالمواقف صممت بشكل انسيابي، بحيث كل موقف كل دور له غرض
يؤدي يعني كل دور يوصل حق مثلا برج المرضى، دور يوصل حق العيادات الخارجيه عشان سهوله في انسياب السيارات خروجهم وطلوعهم وسهوله الحركه على المراجعين والمرضى اللي يجون يراجعون المستشفى. يوجد في المستشفى 3 مهابط للطائرات، هذه المهابط صممت وفقا للدفاع المدني هني عندنا في الكويت. يوجد مهبطين على أبراج المرضى ومهبط على مبنى الإصابات. سكن الموظفين أو الهيئة التمريضية. تم توفير مبنى خاص في الركن الشمالي الغربي للمستشفى، وهو عبارة عن مجمع سكني يحتوي على أكثر من 200 وحدة سكنية، وهي خاصة لطاقم الأطباء والتمريض في المستشفى، وذلك لتأمين احتياجاتهم من المسكن بالقرب من المستشفى حتى لا تشكل أي إعاقة لهم للبدء في عملهم اليومي المعتاد. تصميم فريد يتميز به مستشفى جابر الأحمد الذي صنف كأكبر مستشفى في الشرق الأوسط، كما أنه مزود بأحدث التقنيات التكنولوجية وبكافة المعدات والأجهزة والمرافق اللازمة ليكون صرحا طبيا متكاملا. وفي جانب تنموي آخر، تعد المشاريع الإسكانية علامة مميزة وواضحة خلال الفترة الأخيرة بعد تدشين عدد من المدن الإسكانية الجديدة التي ستساهم في حل الأزمة الإسكانية. فقد أخذت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على عاتقها تحقيق الرعاية السكنية لمستحقيها من الأسر الكويتية، وذلك عن طريق إنشاء مناطق حديثة كمدن جابر وسعد العبدالله وشمال شرق الصليبخات، وكذلك توفير مواقع جديدة لمشاريعها كالخيران وجنوب وغرب عبدالله المبارك، وأخيرا وليس آخرا مشروع مدينة جنوب المطلع الذي يتميز بمواصفات نموذجية عديدة. هذا المشروع السكني الكبير يضم حوالي 30,000 قسيمة سكنية رأت النور إثر جهود مضنية من الجهة التنفيذية والاستشارية وثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مشروع جنوب المطلع الإسكاني هو أحد أكبر المشاريع اللي تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من خلال خطتها التاسعة 2015-2016 الممتدة إلى 2020-2021. المشروع يقع على مساحة ضخمة نسبيا. مساحة المشروع تقريبا 102 كيلو متر مربع. المشروع تم تخطيطه من قبل مستشارين عالميين وتم الانتهاء من كافة أعمال التخطيط والتصميم. طبعا هذه المدينة تعتبر مدينة متكاملة الخدمات، فيها كافة بالإضافة إلى المناطق الضواحي السكنية فيها من المناطق الصناعية والمناطق الاستثمارية والتجارية والترفيهية والرياضية.
بالإضافة إلى الجامعات وكافة المرافق اللي تخدم المدينة. تم استخدام أحدث أسس تخطيط وتصميم المدن للوصول إلى مدينة متكاملة بحيث تكون متميزة للمواطنين. الإجراءات التنفيذية لإنجاز مدينة جنوب المطلع بدأت مع توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدها الأول لتنفيذ البنية التحتية للمدينة نهاية شهر يونيو الماضي، مع تحالف عالمي تقوده شركة سالين الإيطالية وشركة كولين التركية. أولى العقود بالنسبة لمشروع مدينة المطلع الإسكاني، وهي تعتبر من أكبر العقود الإسكانية بتاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية. والحمد لله طبعا اليوم أيضا المؤسسة يعني قاعد تقوم على تطوير آليات العمل مع المشاريع الضخمة القادمة والمسؤولية يعني الملقاة على عاتقها. عقد مدينة جنوب المطلع مع تحالف شركتين عالميتين، قيمة العقد 288 مليون دينار كويتي، وسيكون بخصوص إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وخدمات البنية التحتية للمدينة. هذه المدينة تقع على 100 كيلومتر مربع، فيها حوالي 30 ألف قسيمة سكنية، ومن المتوقع أن تستوعب عدد سكان يجاوز 400 ألف نسمة. الحمد لله خلال العام 2016 تم توقيع أكثر من عقد لتنفيذ المشروع. في تاريخ 5/6 تم توقيع العقد مع شركة عالمية لإدارة المشروع، وبعدها في 30/6 تم بحمد الله توقيع أول عقود البنية التحتية بإنشاء الطرق الرئيسية للمدينة بشكل عام. وكذلك خلال المتبقي من العام 2016 راح يتم بإذن الله توقيع أكثر من عقد يخص البنية التحتية ومحطات التحويل الكهربائية الرئيسية والفرعية، وبعد هذا اللي هي المباني العامة اللي خاصة بالمشروع والضواحي السكنية. احنا لله الحمد طرحنا المناقصة الأولى اللي هي الطرق الرئيسية، وتم توقيع العقد بتاريخ 30/6/2016. وهذه المناقصة اللي هي أيضا مقاول عالمي بتحالف من شركة إيطالية وشركة تركية لتنفيذ الطرق الرئيسية. طبعا الطرق الرئيسية هي عبارة عن خطوط سريعة وفيها أنفاق مفتوحة وتقاطعات حرة مقارب 18 تقاطع، بالإضافة إلى كافة شبكات البنية التحتية. فأعمال التنفيذ نقدر نقول هي وقعنا مع أول مقاولين، وبالتوالي راح تطرح المناقصات يعني للتنفيذ للضواحي السكنية وأيضا المباني العامة. ومن العوامل الجاذبة لمشروع مدينة جنوب المطلع تميزه بوجود ارتدادات كبيرة أمام الوحدات السكنية، والتي تساهم في خلق جو من الراحة لسكان المنطقة، وتساهم كذلك بتوفير مسطحات للزراعة ومواقف للسيارات.
حرصنا أن المدينة تكون أول شيء متكاملة الخدمات على مستوى المدينة وعلى مستوى الضاحية. هذا من شق. من شق آخر حرصنا أن المدينة تكون كثافتها منخفضة، ما تكون كثافتها عالية، وأيضا حرصنا أن تكون فيها انسيابية في المرور. كمية المداخل والمخارج لكل ضاحية سكنية وحجم الطرق يعني راح يكون يعني مشروع شرح احنا نقول بالكويتي، يعني غيرنا يعني كل المكونات موجوده وممرات المشاة وهذا. واحنا حرصنا عشان ناكد ان هذا المشروع يكون متميز انه يكون المكاتب العالميه هي اللي تخططه، المكاتب العالميه والمقاولين العالميين هم اللي ينفذونه عشان يكون في اعلى جوده وعلى اعلى مستوى، وايضا مكاتب عالميه لاداره المشروع. واحنا الحمد لله ايضا وقعنا عقد مع احد الشركات الامريكيه العالميه لاداره المشروع، بحيث ان المخططات اللي تم وضعها يتم تنفيذها بالشكل الصحيح. طبعا المرافق العامه لمدينه جوب المطلع عندنا ما يقارب ال 116 مدرسه، وعندنا ما يزيد عن ايضا 120 مسجد، عندنا 12 مركز ضاحيه، يعني 12 جمعيه، 12 مخفر، 12 مستوصف. عند طبعا وكل ضاحيه فيها ايضا اللي هي افرع البنوك، فيها صالات الافراح، فيها مراكز خدمه المواطن، تنميه المجتمع، يعني فيها كافه الخدمات غير اللي هي محطات البنزين وافرع الغاز وخلافها. وحرصنا ان نوفر عدد لا يقل عن 12 حديقة لكل حديقة عامة لكل ضاحية سكنية، بحيث تعطي تميز بقرب وجود الحدائق للوحدات السكنية، وأيضا يكون كمتنفس للقاطنين أيضا المناطق السكنية، وأيضا يكون من الجانب البيئي وجانب الاستدامة. المواطن كل شيء يبي، يبي كل شيء حواليه. المدينة هذه ما شاء الله كل شيء متوفر فيها، يعني الواحد ما يبعد ينزل الديو ولا يروح مثلا المنطقه العاشره، ما شاء الله المدينه هي المدينه هي فيها خدمات ما شاء الله، منها مستشفيات، منها مدارسها، منها كل شيء ما شاء الله. بالنسبه لمدينه مطلع انا مقدم في سنه 2010، فبصراحه كانت افضل الخيارات بالنسبه لي، لان من 2010 الى اليوم 6 سنوات تقريبا، يعني كانت افضل الحلول الحاليه. وطبعا احنا سمعنا عنها ان شاء الله ان فيها بنيه تحتيه والمشاريع كلها توقعت، وان ان شاء الله راح يبلش اول اذن بناء في 2018، فعشان كذي قدمت، وان شاء الله ان شاء الله ان كل الامور هذه تتم على خير، وان فعلا ب 2018 يبلش البنيان وتنتهي البنيه التحتيه. مشروع المطلع يعني مشروع كبير يعني وضخم، واحد يتمنى يعني واحد يطلع له بالمطلع. مشروع 30,000 وحده سكنيه، مبين يعني ان شاء الله نتامل خير يعني بالمشروع، انه يكون يخدم ويحل مشكله الاسكان بالكويت كموقع جغرافي، كخدمات مقدمه، من جميع الانواع، يعني جميع انواع الخدمات الموجوده. اي مواطن يعني يتمنى انه يكون يعني مشروع المطلع يعني من نصيبه. وحتى تكون مدينه جنوب المطلع من المناطق النموذجيه، عملت اجهزه الدوله المختصه على تخطيط وتصميم وتطوير الطرق التي تخدمها بغية رفع مستويات الأمن والسلامة وتسهيل الحركة المرورية منها وإليها. ولربطها بقلب العاصمة ومدن وأطراف البلاد، أعلنت وزارة الأشغال العامة عزمها طرح مشروعين من شأنهما تطوير الطرق التي تخدم مدينة المطلع. فالمشروع الأول يتضمن أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع طريق السالمي إلى تقاطعه مع طريق العبد السريع، في حين يتضمن الثاني أعمال إنشاء وإنجاز وتطوير الطرق والتقاطعات التي تخدم المدينة المستقبلية. وبالإضافة إلى جنوب المطلع، تتواصل جهود الدولة ممثلة في مؤسساتها ذات الشأن بحل القضية الإسكانية لتهيئة مشاريع إسكانية أخرى مزمع تنفيذها في الفترة من 2015 إلى 2020، ستوفر نحو 80,000 وحدة سكنية، وهي مشروع شقق مدينة جابر الأحمد، ومشروع غرب عبد الله المبارك، وجنوب صباح الأحمد، وجنوب سعد العبد الله، وجنوب المطلع. وفي مجال الاهتمام بشبكة الطرق والعمل على تطويرها،
يعتبر مشروع طريق الجهراء من إجمالي الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، حيث يجري العمل بوتيرة متسارعة ومنتظمة لتحويل طريق الجهراء إلى طريق سريع، وذلك لتسهيل التنقل بين مناطق البلاد ولتخفيف حركة السير من مدينة الكويت ابتداء من بوابة الجهراء إلى دوار الأمم المتحدة. كنا هنا قبل عامين وقفنا على بواكير هذا المشروع أملا في تحقيقه، وها نحن اليوم نقف شاهدين على إنجاز واحد من أهم مشروعات البنية التحتية المتمثل في طريق الجهراء الذي يعد أحد أهم حلول الازدحام المروري. مشروع تطوير طريق الجهراء واحد من إجمالي مشروعات الخطة الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق في الدولة، ويقع في الجانب الغربي لمدينة الكويت ابتداء من بوابة الجهراء وينتهي بعد دوار الأمم المتحدة. يعد مشروع تطوير طريق الجهراء من أحد أهم الخطط الاستراتيجية اللي وضعتها وزارة الأشغال العامة لتطوير شبكة الطرق في الكويت. يهدف المشروع طبعا لتطوير الطريق القائم إلى طريق سريع متعدد الأدوار، من خلال طبعا إنشاء وإنجاز طرق وممرات علوية مع سلسلة من أعمال التحويلات والنقل والتحديث للمرافق والخدمات القائمة على امتداد الطريق. ويتصل طبعا تكلفة المشروع عندنا بإجمالي مبلغ 264 مليون دينار، ويقع المشروع في الجانب الغربي لمدينة الكويت ابتداء من دوار الجهراء أو دوار بوابة الجهراء لغاية ما بعد دوار الأمم المتحدة. يعتبر مشروع تطوير طريق الجهراء من إجمالي الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت، وذلك لتطوير شبكة الطرق في الدولة أحد الحلول الناجعة للازدحام المروري. تتضمن عندنا أعمال المشروع تشييد طبعاً وإنشاء 17 كيلو متر من الجسور العلوية، منها 7 كيلو بطريق الجهراء الرئيسي العلوي، 5 كيلو تقاطعات تشمل على 2.5 كيلو للطرق المتقاطعة و8 كيلو متر من المنحدرات. طبعا عندنا إنشاء 5 تقاطعات متعددة الأدوار، واللي هما تقاطع دوار الأمم المتحدة بارتفاع 3 أدوار،
عندنا تقاطع طريق المستشفيات بارتفاع 4 أدوار، تقاطع الغزالي بارتفاع 4، بالإضافة إلى تقاطع طريق المطار بارتفاع 3 أدوار، وآخر تقاطع عندنا اللي هو الدائر الثاني بارتفاع 3 أدوار، مع طبعا إنشاء عندنا 7 دوارات بالمستوى الأرضي استبدالا طبعا لتقاطعات الإشارات المرورية و10 جسور مشاة. مشروع طريق الجهراء أحد الحلول للازدحام المروري من خلال إسهامه بشكل كبير في الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء. يهدف المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية المرورية للطريق وخفض نسب الحوادث والتقليل من الازدحام المروري بشكل كبير. كذلك طبعا الفصل بين المسارات المرورية المختلفة العابرة والمحلية للعديد من الجهات الواقعة في المنطقة المحاذية للطريق، مع ترقية مستوى الأمان والسلامة المرورية ورفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق. هو مشروع طريق الجهراء واحد من أهم مشروعات البنية التحتية التي من شأنها إحداث نقلة كبيرة جدا في تطوير شبكة الطرق بالبلاد.